السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة وطلبة الصف الثاني الثانوي منهج السعودي والصف الأول الثانوي منهج مصري، نقدر ندرس مع بعض المصفوفات وناخد مقدمة في المصفوفات الأول، يعني إيه مصفوفة وإزاي نعرف رتبة المصفوفة وإزاي نطلع عناصر المصفوفة. المصفوفة هي عبارة عن تنظيم بيانات على شكل صفوف وأعمدة بيرمز للصفوف أو للمصفوفة بأي حرف كبير مثل A كابيتال أو B كابيتال أو C أو K أي شيء. زي كده شباب، مصفوفة A بتساوي سالب 1 2 4 0، B مصفوفة B بتساوي 7 كذا كذا، دي مصفوفة بأربع عناصر زي ما انتوا شايفين، ده بنسميه صف وده بنسميه صف تاني وده عمود وده عمود، فدي صفوف وهذه أعمدة. تمام. العنصر اللي في اللي هنا في الأول اسمه إيه؟ هنشوف مع بعض كده. أول عنصر اللي بنسميه A11، 1 دي تربص للصف، 1 التانية تربص للعمود، يبقى دايما وأبدا بيقول لي A11 A12 A22، الرقم الأول يرمز لرقم الصف والتاني لرقم العمود، يعني هنا الصف الأول في العمود الأول، هنا الصف الأول في العمود الثاني. العنصر في الصف الأول العمود الثالث وهكذا، هذه مثلا العنصر في الصف الثالث العمود الثاني. يبقى دي قصة ترتيب العناصر فين وموقعها ايه اسمه ورقمه ايه. تعال نشوف مثال كده. لو دي المصفوفة بيقول لي أوجد كل مما يأتي، هي نفس المصفوفة السابقة، بيقول لي عايز A23. يعني ايه A23؟ يعني العنصر اللي في الصف الثاني عمود ثالث، صف ثاني عمود ثالث، يبقى هي كام؟ هي 2. بالظبط كده. طيب المطلوب الثاني عايز A32 يعني عنصر في الصف الثالث عمود ثاني، صف ثالث عمود ثاني، يبقى كام؟ 6. تمام. لاحظ حاجة بقى، A23 لا تساوي A32، ده عنصر في الصف الثاني عمود ثالث، ده عنصر في الصف الثالث عمود ثاني، يعني ملوش دعوة ببعض خالص، يعني محدش يقول لي ده هي دي ولا حاجة، لا طبعا. المطلوب التالت مثلا عايز A12 يعني عنصر في الصف الأول عمود ثاني، عنصر صف أول عمود ثاني، يبقى كام يا شباب؟ سالب 3. يبقى نقول له سالب 3. عايز هنا العنصر A21، 21 يا ولادي يعني عنصر في الصف الثاني عمود الأول، صف ثاني عمود أول، يبقى مين؟ 0. تمام. يبقى بكده نقدر نطلع أي عنصر ما يكتب بأي شكل. طبعا يا ولادي ما يكتب هنا، لما يكون مصفوفة اسمها إيه يكتب هنا إيه، لو اسمها بي يكتب هنا بي عادي يعني. A33 ما يقولش 33 يا شباب، ها؟ A33 يعني عنصر في الصف الثالث عمود ثالث، صف ثالث عمود ثالث اللي هي دي، يبقى سالب 1. وبكده قدرنا ازاي نعرف نجيب العناصر. شوف بقى اللي جاي دي رتبة المصفوفة ازاي او نوعها. سموها رتبة او النوع يا شباب، اللي هي عبارة عن عدد الصفوف في عدد الأعمدة. يعني الرتبة تكتب ازاي؟ M في N. M في N يعني M ده بيرمز لعدد الصفوف وال N يرمز لعدد الايه؟ الأعمدة. ما نقولش ضرب في ان، تقرا كده ام في ان. طب تعال نشوف مثال كده، هذه المصفوفه من اي رتبه؟ شوف كده مع بعض، والله ادي كام صف؟ قال لي صفين. كام عمود؟ قال لي 4 اعمده، يبقى نقول له من النوع 2 في 4. 2 في كام يا شباب؟ في 4. تمام. شوف اللي بعدها كده، ها كام صف؟ 3. كام عمود؟ 3. بقى من النوع 3 في 3 او من الرتبه 3 في 3. هنا كام صف؟ اللي 3، وهنا عمود 1، يبقى هنا 3 في 1. طب هادي صف 1 وعمودين، يبقى 1 في 2. طب هنا طبعا صفين وعمودين، يبقى 2 في 2. هنا عنصر واحد فقط، يبقى صف 1 وعمود 1، يبقى دي 1 في 1.
طبعا شباب بالمناسبة بقى، دي بيسميها مصفوفة عمود لأنها عمود واحد، دي بسميها مصفوفة صف لأنها مكونة من صف واحد وأي عدد من الأعمدة. المصفوفة اللي هي 2 في 2 أو 3 في 3 زي كده بنسميها مصفوفة مربعة. مصفوفة إيه؟ مربعة. تساوي مصفوفتين، ما هو شرط تساوي مصفوفتين؟ قال يتساوي مصفوفتين أكيد لما يكونوا من نفس الرتبة والعناصر المتناظرة مالها متساوية. هنشوف كده كده يا شباب، شرط تساوي مصفوفتين يكون من نفس الرتبة والعناصر المتناظرة مالها متساوية، يكون زي بعض بالظبط. فيقول مثال كده، إذا كانت المصفوفة إيه 2x ناقص 1 وسالب 3 1 وهكذا، والتانية بي، وكانت A تساوي B، لازم يكون بيقول لي A تساوي B، فأوجد ولن من X Y Z W. طب من شرط التساوي أول حاجة، طبعا هذه المصفوفة من الرتبة كام؟ قال لي 3 في 3، وهذه أيضا 3، هي 3 صفوف و3 أعمدة، يبقى تمام. وبعدين هو بيقول لي بيساوي بعض أصلا، لو كان بيقول لي هل يساوي ولا لا ده أعمل كده، إنما هي خلاص هو بيساوي بعض. فإيه اللي يحصل هنا؟ قال لي العنصر العناصر المتناظرة متساوية، يعني 2X ناقص 1 هيساوي مين؟ اللي هو بيقابل ده A11 هنا وهنا B11، يبقى بيساوي بعض. يبقى اذا العنصرين دول متناظرين بيساوي بعض. اعملها كده واحط معادله وابتدي احلها، يبقى 2x ناقص 1 بيساوي 7، واحل معادله عادي 2x هتساوي 7 زائد 1 وادي 1 بعكس الاشاره، يبقى 2x بيساوي 8، اقسم على 2 يبقى x ب 4. طب احنا عايزين نجيب الواي مثلا او الزد، شوف ايا كان اللي جاهز. لقيت هنا واي ناقص اكس بتناظر مين؟ ايوه بتناظر هنا واحد، طبعا دي A13 وهنا B13 بيساوي بعض اهم، ايوه دول بيساوي بعض كده. طب انا جبت اكس قبل كده بكام؟ ب 4، يبقى واي ناقص اكس بتساوي 1 اللي هي هادي، الاكس ب 4 يا اولاد، يبقى واي ناقص 4 تساوي 1، وادي ال 4 بعكس الاشاره السالبه تروح موجبه، يبقى واي تساوي كام؟ 5. دبليو زائد زد بتساوي كام؟ قال لي بتساوي 5. طب انا ما عنديش زد، قال لي يبقى الاول نشوف زد نجيبها ازاي. لقيت زد جاهزه، زد هنا اللي هي ولاد ايه في مكانها A31 وهنا B31، يبقى بيساوي بعض، يعني هنا زد تساوي سالب 4، دي جاهزه خلاص. اروح اعوض بيها هنا بقى، ده مين ده؟ قال لي B22 وهنا A22، دول بيساوي بعض، يبقى W زائد زد بتساوي مين؟ بتساوي 5. احطهم هنا، W زائد زد تساوي 5، الزد جبتها بسالب 4، يبقى W ناقص 4 تساوي 5، وأدي سالب 4 بعكس الإشارة، يبقى إذا W تساوي كام؟ 9. سهلة حكاية ضرب تساوي مواصفات. طبعا ممكن يجيب لي معادلات يا شباب، ممكن يجيب لي ده معادلة تربيعية، يقول لي هنا إكس تربيع وهناك 9، وأقول له إكس بيساوي زائد أو ناقص 3، كل الكلام ده ممكن يجيني. العمليات على المصفوفات، أول عملية طبعا عملية الجمع والطرح. طبعا جمع وطرح اولا لازم يكون الشرط انهم لازم يكونوا من نفس الرتبه، ده شيء طبيعي. وبعدين اجمع العناصر المتناظره، شوف ازاي. لو قال لي اوجد ناتج ما ياتي ان امكن، كلمه ان امكن ليه؟ لانه لو ما كانوش نفس الرتبه مش هقدر اجمع. سالب 8 و2 و6 زائد المصفوفه 11 سالب 7 1، سهله العمليه. طبعا سالب 8 تناظر مين؟ تناظر 11، يبقى سالب 8 زائد 11 بكام؟ قال لي ب 3. 2 ناقص 7 بكام؟ قال لي سالب 5. 6 زائد 1 بكام؟ قال لي ب 7، وهكذا. اللي بعده 9 ناقص 8 4 زائد 12 2. طب ايه دي؟ ايه دي؟ دي دي صف مكون من 3 اعمده، يعني هنا 1 في 3، طب هنا 1 في 2، طب هتنفع؟ قال لي لا طبعا. ليه؟ لانه مش من نفس الرتبه، يبقى دي غير ممكنه. طبعا دي 2 في 2 ودي 2 في 2، ينفع نطرح عادي جدا. يلا 7 ناقص 9 طبعا يا شباب بسالب كام؟ سالب 2، وسالب 12 ناقص 6 بسالب 18، 15 ناقص 4، اوعى تنسى الناقص دي، ب 11، 4 ناقص سالب 9 طبعا سالب سالب بموجب، يبقى 4 زائد 9 ب 13. يبقى اذا تخلي بالك بالاشاره، لو كان زائد تاخد على طول العناصر من هنا لهنا، لما كان في ناقص يبقى لازم تخلي بالك الإشارة دي هتغير كل اللي جوه. بيقول لي إذا كانت 6 و3 وسالب 4 وسالب 5 مصفوفة A وB 8 سالب 1 سالب 2 7، أوجد ناتج ما يأتي. 4B ناقص 2A،
4 بي ناقص 2 ايه يعني يا شباب؟ قال لي هضرب 4 في بي ثم اضرب 2 في ايه واجمعهم على بعض او اطرحهم بعض. يبقى اعمل كده، اضرب 4 في بي اللي هي 8 سالب 1 سالب 2 7 ناقص 2 في 6 سالب 4 3 سالب 5 اللي هي الايه، هضرب 4 جوه يبقى 4 في 8 ب 32، 4 في سالب 2 سالب 8، 4 في سالب 1 سالب 4، 4 في 7 28 زائد. هنا ايه اللي حصل بقى؟ لاحظ بقى حته مهمه قوي، انا خليت السالب دي تخش جوه مع الضرب عشان اخلي دي موجب، عشان الناس بتيجي تغلط بتقول له سالب 4 ناقص مش عارف كام، بينسى كلمه ناقص وبياخد العدد دي من فوق على طول، فخد الاشاره جوه معاها احسن. فضربت سالب 2 في 6 بسالب 12، سالب 2 في سالب 4 بموجب 8، سالب 2 في 3 بسالب 6، سالب 2 في سالب 5 بموجب كام؟ 10. كده ريحت نفسك تاخد على طول بقى تقول له 32 ناقص 12 بكام؟ قال لي 20، سالب 4 زائد 8 ب 4، سالب 8 زائد سالب 6 بسالب 2، 28 زائد 10 ب 38، وبيطلع كده الحل. يبقى في منتهى البساطه طبعا سالب 8 زائد سالب 6 بسالب 14 رجاله، يمكن قلنا سالب 2 ده خطا طبعا. طيب شوف كده ضرب المصفوفات بقى، وهي دي بقى النقطة اللي الناس بتغلط فيها كتير، ازاي اضرب؟ آلية الضرب ازاي وشرط الضرب ايه؟ أولا شرط الضرب أن تكون عدد أعمدة التانية، عدد أعمدة الأولى، المصفوفة الأولى يعني، تساوي عدد صفوف التانية. يعني لو عندي الأولى M في R رتبتها، والبي رتبتها لازم تكون R في N، لاحظ بقى دي R ودي R، لازم يكونوا زي بعض عشان أقدر اضربهم في بعض. اهو شوف ام ار ودي ار ان، لازم يكون دي، ده اللي هو مين؟ الاعمده بتاعت الاولى، وده مين؟ اللي صفوف الثانيه، لازم دول يساووا بعض. الناتج يطلع ايه؟ يقول لي ام في ان مصفوفه اي بي اللي هي ايه ضرب بي هتساوي ام في ان، دول لازم يكونوا متساويين، والناتج يطلع ام في ايه؟ ام في ان. طيب تعال نشوف بقى بعض مثال للضرب. طبعا يقول لي اولا شرط الضرب، نشوف الاول شرط الضرب ازاي يا شباب. حد ما اذا كانت عمليه الضرب معرفه ام لا، واذا كان معرفه اوجد رتبه المصفوفه الناتجه. انا اول ما انظر كده ادي A وادي B، دي 2 4 ودي 4 في 3، دول بي زي بعض اللي في النص؟ قال لي اه، يبقى اذا تنفع تضرب معرفه. طب والناتج الضرب يقول لي 2 في 3، يبقى تطلع الناتج الضرب 2 في 3. طب دي 4 5، 4 في 5 و5 في 4، واحد يقول لي ما دول شبه بعض، ما فيش حاجه اسمها شبه بعض. الترتيب ده صف ده عمود، ده صف ده عمود، هل دي عدد الاعمده بتساوي عدد صفوف اللي هنا؟ قال لي لا. يبقى اذا لا يمكن او غير معرفه او غير ممكنه، سميها اي حاجه. طب هنا 8 6، 6 في 10، قال لي 6 هي 6، تمام. يبقى تنفع، والناتج يطلع كام؟ قال لي 8 في 10، سهله جدا القصه. وبسيطة، يبقى أول عملية بعملها كده، ومهم جدا تعرف ناتج الضرب إيه عشان ما تيجيش تغلط في الضرب وتعك الدنيا. مثال اتنين كده، نيجي بقى يقول لي إذا كانت المصفوفة A X في Y من النوع 3 في 2، يعني هو ضرب مصفوفة X في مصفوفة Y طلع النوع 3 في 2. المصفوفة X نفسها كانت من النوع 3 في 4، فعايز رتبة Y. ده سؤال عكسي شوية. أدي X اللي هي 3 في 4. وادي اكس في واي اللي هي 3 في 2. ده المفروض ان اكس دي ضربت في واي اللي هنا اهي كده، وطلع الناتج 3 في 2. طيب بالعقل كده احنا اتفقنا، قلنا اول شرط ايه هو؟ قال لي الاربعه دي لازم تكون هنا. اه ما ده شرط مهم جدا، يبقى دي 4 اهي، يبقى لازم هنا يكون في 4. طب احنا قلنا ناتج المصفوفه بيطلع ايه؟ قال لي بيطلع الطرفين 3 في كام؟ قال لي في العدد اللي هنا. طب الناتج طلع كام هنا؟ قال لي 3 في 2، يبقى اذا ده كام يا شباب؟ قال لي لازم يكون 2. طبعا هي دي 3 اللي هي 3 دي، لازم يكون هنا 2 اللي هي الاثنين اللي هنا عشان يطلع ناتج الضرب 3 في 2. اه يبقى في منتهى البساطه، اما يديني كده اكس في واي ويديني نوع اكس وعايز نوع واي او العكس، حط بنفس الترتيب كده عشان ما تغلطش، ادي اكس ادي واي، وبعدين نشوف الناتج الضرب ايه. قال لي لازم الشرط الاولاني دول بيساووا بعض، والناتج بيطلع الطرفين، الطرفين اللي هما دول. خلاص يبقى اذا العدد ده هيتحط هنا. في منتهى البساطة يبقى الإجابة تطلع مين؟ دي. تمام. الضرب وآلية الضرب ازاي؟
ده هو اللي اوجد ناتج الضرب ان امكن. طبعا ان امكن ليه؟ لان ممكن ما ينفعش لو كان عدد اعمده الاولى لا تساوي صفوف الثانيه. اول حاجه نعملها دايما ما تيجي تضرب عشان ان امكن دي، لازم تعرف هينفع ولا مش هينفع، ممكنه ولا غير ممكنه. الرتبه المصفوفه، الرتبه المصفوفه الاولى 2 في 3، الثانيه كام؟ 3 في 2 اهي. طب دول بيساوي بعض؟ قال لي اه تمام. طب الناتج الضرب ايه؟ قال لي 2 في 2، يبقى المفروض الناتج الضرب هنا يطلع لي مصفوفه مربعه 2 في 2، لازم اكون فاهم عشان اعرف هيطلعوا ازاي. اليه الضرب ازاي؟ قال لي بضرب صف الاول في العمود الاول يطلع العنصر A11، وان اضرب الصف الاول في العمود الثاني يطلع الصف يطلع العنصر اللي في A12، وبعدين الصف الثاني في العمود الاول يطلع A21، وبعدين في الصف الثاني يطلع A22. نشوف مع بعض ازاي الآلية. 2 هتضرب في 3 مع بالترتيب كده، الصف ده في العمود ده يبقى ده مع ده، والواحد مع سالب 2، والخمسة مع 4، ونجمع النواة. 2 هتروح تضرب في 3، اداني كام هنا؟ قال لي 6. وبعدين سالب 1 هتضرب في مين؟ قال لي في سالب 2، يديني كام؟ موجب 2. بعدين 5 تتضرب في 4 يديني 20. مهم جدا القصه دي. كده خلصت من العنصر الاول، يبقى انا ضربت الصف الاول في العمود الاول طلع هذا العنصر اللي هو A11. اسيبه؟ لا، ما اكمل عليه. لو في هنا 20 عمود يبقى لازم تكمل الصف ده في العمود الاول الثاني الثالث الرابع وهكذا. طيب يبقى ضربناه في الاول نضربه في الثاني، نفس الكلام. 2 تتضرب في 7، سالب 1 في الواحد، 5 في سالب 3، ونجمع النتيجه هنا. يلا بينا نشوف. ادي 2 تتضرب في 3 في 7 اسف، وسالب 1 طبعا يطلع 14، سالب 1 ايوه تضرب في مين؟ ايوه في الواحد، يطلع كام؟ سالب 1. ثم 5 تضرب في مين؟ سالب 3، يديني سالب 15. خلصنا من الصف الاول والعمودين دول، يعني خلص الصف الاول والعمود الاول والعمود الثاني. نخش بقى الصف الثاني، سالب 4 تضرب في مين؟ ايوه اللي في الثلاث اهو، شوف سالب 12. الصفر في مين؟ في سالب 2 طبعا صفر. وبعدين الستة في 4 يديني كام؟ 24. يبقى خلصنا من الصف الثاني في العمود الاول، ناخده مع العمود الثاني. سالب 4 في 7 اهي، تروح تضرب هناك يديني الناتج كام يا شباب هنا؟ 28، سالب 28. وبعدين صفر يروح يضرب في الواحد يديني صفر. وبعدين الستة تضرب في سالب 3 يديني سالب 18. اجمع بقى انا كده 6 2 8 28، 14 ناقص 1 ناقص 15 يطلع سالب 2، سالب 20 وصفر و24 يطلع 12، سالب 12 اسف مع الصفر مع 24 فسالب 12، فالموجب 12. سالب 28 ناقص 18 زائد صفر يطلع سالب كام؟ يبقى تطلع 28 سالب 2 12 سالب 46. المثال الثاني مصفوفه سالب 9 6، دي مصفوفة عمود يا ولاد، مضروب في مصفوفة سالب 1 سالب 10 1 اللي هي مصفوفة الصف. طيب دي كام في كام؟ قال لي دي 2 في 1. طب ودي؟ قال لي 1 في 3 اهي. طب تنفع تتضرب؟ قال لي اه طالما دول زي بعض خلاص. الناتج يطلع كام؟ قال لي 2 في 3. الناس دي بتغلط في كتير، الكلام ده كتير جدا يا شباب. طب ازاي نسويها يا استاذ؟ قال لي صف، الصف ده فيه عنصر واحد، في العمود، العمود ده فيه برضه عنصر ايه واحد، يبقى طلع لي A11 اللي هو كام؟ موجب 9. طبعا الشباب هنا بيغلطوا جدا في الحكايه دي، بيضرب بطريقه غريبه، بيطلع بيبوظ الدنيا خالص، بيطلع الناتج. ولذلك بقول لازم نعرف هتطلع كام في كام. دي هتطلع موجب 9 اهو، سالب 1 سالب 9 في سالب 1 موجب 9، ادي العنصر الاول. وبعدين العنصر في الصف ده مفهوم، هو عنصر واحد قلنا في العمود الثاني، بسالب 9 ضرب سالب 10 موجب كام؟ 90. يبقى هو العنصر الثاني لما اجمعوش مع مين؟ مع 9 دي كده يا شباب، يديني انا كام؟ موجب 90.
وبعدين الصف الأول في العمود التالت سالب 9 تضرب في الواحد أهو هيديني سالب 9. وبعدين ما اخش على الصف التاني، 6 ضرب سالب 1 يديني طبعا يا شباب سالب 6. وبعدين 6 ضرب سالب 10 يديني سالب 60. وبعدين 6 ضرب 1 ب6. يبقى اتأكدت ان الكلام طلع. اه يا استاذ طلعت 2 في 3 عشان ما تغلطش. لقيت في ناس بتعملها بطريقة خطأ وبطلعها خطأ جدا، الحاجات الصغيرة دي اللي بتغلط. المثال التالت سالب 1 سالب 10 1 سالب 9، بدلنا دول يا شباب كده. ولذلك ده مثال مهم جدا عشان يقول لك هل عملية الضرب إبدالية أم لا. ده من نوع كان في كام أو الرتبة كام؟ قال لي الرتبة 1 3 أهو. طب وده الرتبة كام؟ قال لي 2 في 1. طب هل دي هي دي؟ قال لي لا، بس واحد يجي يقول لي ده واحد يا واحد، انا ماليش دخل، انا دخلي بدول أعمدة الاولى صفوف الثانيه، هل بيساووا بعض؟ قال لي لا. يبقى اذا عمليه الضرب غير ممكن. تمام. يبقى لاحظت حاجه هنا، نفس المصفوفتين لما بدلت ما طلعوش ايه؟ بيساووا بعض. دي طلعت ناتج ودي ما طلعت من غير ناتج تماما. وبالتالي يا شباب نقدر نقول عملية الضرب أو عملية ضرب المصفوفات ليست إبدالية، ليست إيه؟ إبدالية، ولكن هناك حالات خاصة هنشوفها بعدين. وبكده يبقى انتهينا من شرح الضرب والعمليات. إن شاء الله بإذن الله ننزل فيديو آخر لكرامر وحل المعادلات والنظير الضربي. انتظرونا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.